مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج الحدث، وفي هذه الحلقة بإذن الله تعالى سيكون موضوعنا عن مستجدات الساحة اليمنية، وكذلك التقدم الذي يحصل على عدد من الجبهات لقوات التحالف وللجيش التابع للحكومة الشرعية في اليمن، وأيضا الوصول إلى مشارف صنعاء وتحقيق تقدمات على عدة جبهات ونقاط هناك. سيكون ذلك حديثنا بإذن الله تعالى في هذه الحلقة، ويسعدني أن يكون معي في هذه الحلقة من الاستوديو الأستاذ توفيق محمد السامعي المحلل العسكري اليمني. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، حياكم الله. كذلك سيكون معنا من عدن وعبر الأقمار الأستاذ ياسر اليافعي رئيس تحرير صحيفة يافع نيوز. أهلا وسهلا بك أستاذ ياسر. أهلا وسهلا، مساء الخير، حياكم الله. البداية سنكون مع هذا التقرير الذي يتحدث عن مستجدات وأحداث الساحة اليمنية خلال 24 ساعة الماضية، نشاهد. واصلت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية تقدمها في ضواحي العاصمة اليمنية صنعاء، حيث تواصلت المعارك العنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة من جهة وميليشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى، وسط تقدم متسارع للجيش الوطني وانهيار كبير في صفوف مسلحي الحوثي وصالح أمام تقدم قوات الجيش وتجاوزها الحزام الأمني الثاني للعاصمة صنعاء. في الحقيقة يعني الأمور تجري بشكل متسارع جدا، وأصبحت القوات الحكومية تتقدم على معسكر الفرضة بحوالي 10 كيلو متر، وأصبحت المسافة التي تفصلهم عن العاصمة اليمنية صنعاء ما يقارب 22 كيلو متر، وبالتالي الأمور والمؤشرات كلها تدل على أن التحالف العربي والمقاومة الشعبية والجيش الوطني سوف يحققون انتصارا كبيرا، سواء كان انتصار سياسي أو انتصار عسكري. في الأثناء قام الإنقلابيون بسحب عدد من مقاتليهم من تعز نحو العاصمة صنعاء التي باتت على وشك التحرير بعد فشلهم في عملية الالتفاف على قوات الشرعية من منطقة نهم لاستعادتها، ووسط الانهيارات الكبيرة التي تسجل في صفوف الإنقلابيين وقوات المخلوع صالح، في حين شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات على تجمعات للإنقلابيين في نقيل بني غيلان آخر معقل لهم في نهم، وقتلت ما يزيد عن 19 متمردا بينهم قيادات بارزة منهم الحسن شرف الدين وشقيقه حمزة، كما دمرت عددا من الآليات التي كانت مطمورة بالتراب لإخفائها من مقاتلات التحالف. من جهة أخرى، واصلت قوات الشرعية مسنودة بقوات برية من التحالف زحفها في الساحل الغربي الممتد بين محافظتي حجة والحديدة باتجاه المناطق الداخلية من مديرية اللحية التابعة لمحافظة الحديدة والواقعة على الطريق الممتد بين ميدي والزهرة والواصلة إلى ميناء الصليف الاستراتيجي. سيطرة قوات التحالف على ميناء ميدي يعتبر موقع استراتيجي هام. الخطوة التي قام بها الحوثي وهي الانقلاب على السلطة هي أتت من أجل أهمية ميناء ميدي الذي انتزعه الدستور والتقسيم الأقاليم من الحوثيين. اليوم إعادة سيطرة القوات التحالف على هذا الميناء يمثل عصب حقيقي لتغيير خارطة الصراع والمعركة لمصلحة التحالف وقوات الشرعية. وقال مصدر عسكري إن القوات الحكومية بدعم من قوات التحالف العربي أحكمت سيطرتها على جزيرة الحبل الواقعة في البحر الأحمر على بعد 15 كيلومتر من مدينة وميناء ميدي، وتكتسب الجزيرة أهميتها نظراً لإشرافها على جزء من حركة السفن القادمة باتجاه ميناء ميدي، حيث كانت الجزيرة تشكل تهديداً مباشراً للقوات الحكومية في ميناء ميدي. باتت قوات الجيش الوطني على مشارف العاصمة صنعاء، وأضحى الإنقلابيون في موقف صعب متجهين صوب نهاية محتومة بعد مغامرة عصفت باليمن أبطالها فئة ضالة أصبحوا ذكرى سيئة في عقول اليمنيين. صلاح العاقل لبرنامج الحدث، عدن.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذن حديثنا سيكون عن مستجدات الساحة اليمنية، وكما شاهدتم في التقرير الذي تحدث عن التحركات على الميدان هناك، وأبدأ مع الأستاذ ياسر اليافعي رئيس تحرير صحيفة يافع نيوز والذي هو معنا الآن من عدن عبر الأقمار، وأنت القريب من الأحداث هناك والتحركات الميدانية سواء القريبة من عدن في النواحي الجنوبية أو كذلك على مشارف صنعاء، كيف تصف لنا مستجدات الأحداث في الساعات الأخيرة؟ أهلا، مساء الخير لك وضيفك الكريم وكل مشاهدي قناة السعودية الأولى. طبعا نحن نتحدث عن مسار جديد للمعارك، سواء كان ذلك في فرض تنهم أو المناطق الغريبة من العاصمة اليمنية صنعاء، أو خلال المعارك أو في القبائل الأخرى مثلا تعز وميدي وحقة والمناطق الساحلية الممتدة بين محافظة حقة ومحافظة الحديدة. في تعز كما نعلم أنه تخرج قبل أيام عدد كبير من رجال المقاومة الذين تم تدريبهم بإشراف قوات التحالف في معسكر العند، تم تعزيز جبهات العند بعدد كبير من المقاتلين وكذلك بآليات بينها دبابات وأطقم عسكرية ومدرعات. أعتقد هذه الآليات ستحدث نقلة نوعية في سير المعارك في تعز خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع الانهيارات التي تشهدها جبهات صنعاء وكذلك الانسحابات. الضغط في صنعاء تسبب في انسحاب قوات علي عبد الله صالح من تعز، وأعتقد أن خلال الأيام المقبلة ستشهد جبهة تعز بالتحديد تقدم كبير بالتزامن مع التقدم الذي تشهده العاصمة اليمنية صنعاء. نحن نتحدث عن مرحلة جديدة من سير المعارك خلال الأيام القادمة سترتسم ملامحها بشكل أكبر. نعم أستاذ توفيق، مرة أخرى أرحب بك. أهلا وسهلا. أيضا كمحلل عسكري، كيف تعلق على هذه المستجدات الأخيرة على أرض الميدان في اليمن؟ الحقيقة أنها مستجدات طيبة ومبشرة بخير بإذن الله تعالى على كافة الجبهات، سواء كانت الجبهات الغربية أو الجبهات الشرقية أو الشمالية الشرقية وكذلك الجنوبية في محافظة تعز. أيضا التقدم الذي نشهده تقدما مضطردا، كل يوم هناك تقدم في كثير من الجبهات خاصة الجبهة الشمالية الشرقية في فرضة نهم، وكذلك في الجبهة الغربية في منطقة ميدي ومنطقة الطوال أيضا. الآن الجبهة تستعد بالتزامن مع هذه التقدمات وهذه الانتصارات التقدم إلى مدينة عبس التي هي قريبة من محافظة الحديدة، وبالتالي حينما تصل إلى مدينة عبس يكون بينها وبين الحديدة مسافات كيلومترات بسيطة، ويتم السيطرة على ميناء الحديدة وعلى مدينة الحديدة، لأن ميناء ومدينة الحديدة تعتبر الآن من أهم شريان مغذ للحركة الحوثية والانقلابية الحوثية والعفاشية بشكل عام. في طيب ما هي الأهمية لهذه المواقع التي تم السيطرة عليها من قبل القوات الشرعية في الفترة الأخيرة في الطريق إلى صنعاء أو الوصول إلى صنعاء؟ من الناحية الشرقية والشمالية الشرقية هي تعتبر بوابة صنعاء، هذه الناحية الشرقية. كذلك الناحية الغربية في حال ما تقدمت القوات هناك سيتم الإطباق على صنعاء أيضا من الناحية الغربية، لأنه الآن في حالة تقدمات بالنسبة للجبهة الشرقية والشمالية الشرقية تبقى المناطق الشرقية كلها الآن مطوقة على محافظة صنعاء ومن ثم بعدها أمانة العاصمة من ناحية، فبقيت الجبهة الغربية. الجبهة الغربية الآن في تقدم، هناك تقدم على ميناء ميدي والسيطرة على مدينة ميدي كذلك من قبل القوات الشرعية والتحالف، ثم بقي الجانب الغربي وهي منطقة الحديدة التي لا تزال مفتوحة بالنسبة للميليشيات الحوثية. في حال ما يتم السيطرة على المنطقة الغربية تكون كل الجبهات تقريبا قريبة ومسدودة من ناحية محافظة صنعاء وبالتوجه إلى أمانة العاصمة صنعاء. هذه تعتبر بوابة غربية وبوابة شرقية، وتبقى البوابة الجنوبية. البوابة الجنوبية التي تمثلها محافظة تعز، فمحافظة إب، ثم محافظة ذمار. ومحافظة ذمار اليوم قبل أيام تم تجهيز لواء كامل لتحرير هذه المحافظة والسيطرة عليها بالاتجاه إلى ناحية محافظة صنعاء، البوابة الجنوبية لأمانة العاصمة. ثم تكون القوات الشرعية وقوات المقاومة وقوات التحالف قد أطبقت الحصار تماما على صنعاء، وصنعاء هذه لا تسقط إلا بالحصار وتسقط من الداخل أيضا، لا تجري فيها الحروب. نعم. طيب أستاذ ياسر، يعني أنت أشرت أيضا إلى معركة تعز وهي التي تعاني
الحصار من قبل الميليشيات الحوثية منذ فترات طويلة منذ أشهر. تحدثت أن هناك تغييرات من خلال دعم المقاومة هناك، من خلال تدريب المقاتلين في هذه المنطقة، وتتوقع خلال الفترة القادمة أن يكون هناك تغيير. حدثنا عن هذا التغيير المتوقع، تغيير في سير المعركة أقصد. طبعا بزيادة الضغط على العاصمة اليمنية صنعاء في جبهات نهم وغيرها من الجبهات حاليا في صنعاء أو الحديدة أو محافظة حجة، الضغط هذا سيؤدي ميليشيات الحوثي إلى سحب عدد من عناصرهم، وكما سمعنا يوم أمس أنه تم سحب فعلا من عناصر الحرس الجمهورية التابع للمخلوع صالح من تعز لتأمين صنعاء أو تعزيز محيطها. نحن نتحدث عن خيارات أمام قوات المقاومة الشعبية الآن والجيش، إما البدء بصغات تعز، وصغات تعز يعني الانتهاء من نصف المعركة، أو كما حدث مؤخرا فتح جبهات في صنعاء، وأعتقد هذا اختراق مهم وكبير بالنسبة للمقاومة الشعبية والجيش الوطني، يعني يتم فتح معارك في صنعاء ومحيط صنعاء وتحقيق انتصارات متتالية خلال الأيام السابقة. أعتقد أيضا أن هذا سيؤدي إلى انهيار قوات ميليشيات الحوثي في تعز، مهما حاولوا أن يظهرون بأنهم أقوياء في بعض الجبهات، سواء كان ذلك في ذوباب أو غيرها من المناطق، في الأخير قوتهم كل يوم تنحسر. نحن نتحدث عن ميليشيات الحوثي كانت قبل أشهر تسيطر على تقريبا 80 أو 90%، اليوم محصورين في صنعاء وفي بعض المناطق الضيقة بتعز، وكذلك في معاغلهم في صعدة. نتحدث عن قوات المقاومة اليوم في ميدي، في حرض، في صنعاء نفسها، في مديريات داخل صنعاء، سيطرة كاملة على أجزاء من مأرب، سيطرة على الجوف، تقدم كبير، بينما نلاحظ أن قوات أو ميليشيات الحوثي وصالح تتراجع، عالياتها العسكرية تنقص بشكل كبير، عملية استنزاف كبرى تعرضت لها خلال الأيام الماضية أو خلال فترة الحرب. الآن كل هذا التقدم سيعطي المواطنين في محافظة تعز أو صنعاء، نعلم المواطنين في هذه المناطق ليسوا حوثيين، ولكن ميليشيات الحوثي أجبرتهم على الصمت أو على السكوت نتيجة تفجير المنازل، نتيجة الاعتقالات. هذا المواطنين عندما يشعرون بين قوات قادمة إليهم لتعززهم، أعتقد ستحدث انتفاضة خلال في هذه المحافظات، وهذا ما نأمله. أن تنتفض هذه المحافظات من داخلها سيقصر عمر المعركة وسيخفف الخسائر. نعم، إذا أستاذ توفيق، يعني تعز هي أو الفك الحصار عن تعز هو نصف المعركة كما ذكر الأستاذ ياسر، هل هذا صحيح؟ أو أنه ممكن أن تكون صنعاء والوصول إلى صنعاء هو من يساهم في فك الحصار عن تعز؟ أعتقد كلا الأمرين صحيحين، لأن بالنسبة لمحافظة تعز حتى ليس هو النصف من الجبهة، وإنما قد يكون الثلثين من الجبهة إذا تم فك الحصار عن محافظة تعز أو مدينة تعز بالأحرى. ستكون المناطق الجنوبية والوسطى قد طهرت تماما من ميليشيات الحوثية، لها ما بعدها، ستبقى بعد ذلك محافظات إب، ومحافظة إب لهم جيوب قليلة فقط ليس كبقية المحافظات الأخرى، ثم بعد ذلك محافظة ذمار التي تعتبر البوابة الجنوبية لأمانة العاصمة. لكن أقول لك مثلا في تعز الآن بعد أن تم رفض المقاومة بالسلاح والعتاد، وتم تدريب كثير من أفراد المقاومة في معسكر العناد جنوب تعز، تقدمت المقاومة واستولت في اليوم التالي على منطقة نجد قسيم وبعض جبهات المسراخ ومناطق المسراخ. بقي في المسراخ فقط، وهي التي تتواجد فيها الميليشيات الحوثية وتدور فيها معارك ليلية طاحنة كل يوم، تقدمت المقاومة واستعادت بعض المناطق الجبلية في تلك الأماكن، وكسرت كثيرا من التحركات الميليشوية الحوثية العفاشية في تلك المنطقة التي تحاول أن تأخذ منطقة المسراخ وصولا إلى جبل صبر الاستراتيجي الذي يسيطر بدوره على مدينة تعز، وإحكام الخناق والحصار تماما على المدينة، وبالتالي يستميت الطرفان في تلك المنطقة على ألا يتقدم أحدهما على الآخر. لكن نشهد تقدما للمقاومة في ذلك المكان، المنطقة هي منطقتي تحديدا، أتواصل ليليا مع بعض شباب المقاومة في ذلك المكان، يخبرون أولا بأول عن مستوى التقدم الذي يحرزوه، عن مستوى صد الهجمات المختلفة الحوثية لذلك المكان. لديهم كثافة نيرانية عالية بالنسبة للميليشيات الحوثية، ولديهم فائض تسلح كبير مقارنة بالمقاومة التي يوجد معها عتاد عسكري بسيط فقط في هذا الجانب. لكن طيران التحالف مشكورا بقيادة المملكة العربية السعودية
ساندت المقاومة في هذه الجبهة والطلعات القوية مستمرة يوميا، وتقصف المعدات الثقيلة للميليشيات الحوثية في ذلك المكان وفي الأماكن المختلفة من غيرها. ولذلك نقول نحن إذا تم تحرير محافظة تعز فستكون قد قطعت المعارك أكثر من الثلثين، لأنه بعدها لا يصير إلا فقط محافظة ذمار ومقاومة المناطق الجنوبية ومقاومة تعز ستتقدم بالتالي إلى هذه المنطقة، منطقة ذمار مع بالتزامن مع وصول اللواء الذي تم تدريبه في محافظة مأرب ومن ثم السيطرة على محافظة ذمار، وبالتالي تبقى الجنوبية البوابة الجنوبية لأمانة العاصمة في سيطرة المقاومة والجيش الوطني، وبالتالي تكون الميليشيات الحوثية محصورة في أمانة العاصمة. وبالتالي سنكون نشهد الأيام الأخيرة للمعارك وللانقلاب أيضا، وبإذن الله بتكون الثورة من داخل أيضا، من داخل صنعاء والقبائل هناك سيكون لها دور في ذلك. بالتأكيد المواطنون ينتظرون وصول قوات الشرعية وقوات المقاومة إلى أطراف أمانة العاصمة، وبالتالي سينتفضون من داخلها لأنهم لا يريدون أن يكرروا أخطاء سابقة وقعت في الماضي حينما انتفضت بعض القبائل في بعض المناطق وبعض المحافظات، لم يكن هناك تواجد للقوات المسلحة الحكومية ولا القوات المقاومة الوطنية، وبالتالي انفردت الميليشيات الحوثية، تفردت بهذه القبائل فأذاقتها ويلات العذاب والدمار والقتل والتشريد. نعم، تحت القوة والتهديد والإكراه. نعم. طيب أستاذ ياسر، أيضا كان هناك حديث في الفترة الأخيرة عن تحرك لبعض المنظمات والجماعات الإرهابية مثل القاعدة وغيرها في بعض المحافظات والمراكز اليمنية من أجل التأثير في سير المعارك على الساحة اليمنية بشكل كامل، حدثنا عن هذه المستجدات فيما يخص تنظيم القاعدة هناك. طبعا نعلم أن الفراغ الأمني الذي وجد في سواء كان ذلك في محافظة عدن أو غيرها من المحافظات تسببه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، نتحدث عن سحب الأمن المركزي والقوات الخاصة من عدن وهي التي كانت الجهاز الأمني بعدن والأمن السياسي والأمن القومي، نتحدث عن كافة الأجهزة الأمنية سواء الأجهزة السرية أو العلنية، هذه الأجهزة كانت تتبع المخلوع علي عبد الله صالح، وبداية الحرب أو عند اندلاع الحرب هذه الأجهزة إما قاتلت أبناء هذه المحافظات أو انسحبت بشكل رئيسي وبقيت هذه المناطق بدون أي جهاز أمني استغلتها بعض الأطراف. كما نعلم الآن لو بحثنا من المستفيد من العمليات التي تحدث في هذه المناطق نجد الأطراف المستفيدة هما الطرف التابع لعلي عبد الله صالح والحوثيين كطرف رئيسي، بحيث يظهروا للعالم أن هذه المناطق بعد خروجهم منها أصبحت مأوى للقاعدة وداعش وغيرها من الجماعات، أو كذلك إحداث بعض العراقيل والعقبات لقوات التحالف التي تحاول انتشال هذه المحافظات من وضع ما قبل الحرب وما بعد الحرب، لأن نعلم أن علي عبد الله صالح ترك لنا مشاكل كبيرة في الجنوب وتركات ثقيلة لا يمكن حلها خلال سنة أو سنتين أو ثلاث. كذلك هذه الجماعات مستغلة بشكل مخابراتي من بعض الأطراف قد لا تكون محلية أقليمية ولها أهداف مرتبطة بما يجري في بعض الدول العربية. نعم جميل. طيب أستاذ توفيق، يعني قبل أن ننتقل للمحور الآخر والتقرير القادم، أنت أشرت إلى دور القبائل في حسم المعركة في صنعاء وأنه بانتظار وصول القوات الشرعية إلى صنعاء من أجل التحرك وبالتالي رفض هذا الاحتلال من قبل الميليشيات الحوثية، كيف سيكون دورهم بالتحديد؟ أقول لك بالنسبة للقبائل لابد أن نفهمها في ثلاثة محاور أو ثلاثة أقسام. القبائل هناك القسم الأول القبائل التي انضمت منذ اللحظة الأولى للمقاومة الشعبية والوطنية وكونت أيضا وانضمت أيضا لصفوف القوات المسلحة النظامية التي تم تأسيسها بعد الانقلاب، فهي منذ اللحظة الأولى وهي في مقدمة الصفوف المقاومة للميليشيات الحوثية والعفاشية في مناطق مختلفة من اليمن وتحديدا في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية والشرقية أيضا في مأرب والجوف وصرواح وبني ظبيان في خولان، وهي ساهمت في الانتصارات الأخيرة في هذه المناطق. نعم، هذا القسم الأول. ثم القسم الثاني يقول لك حقيقة هو لا يزال على ولائه التام للميليشيات الحوثية كعمق طائفي وثقافي، وكذلك لولائه لعلي عبد الله صالح بحكم أنه كان يغذي هذه القبائل بالأموال المختلفة واعتمدت عليه اعتمادا كليا في صرفاتها وفي تموينها وفي قيامها
حتى اللحظة، ولكن هذه القبائل أيضا إذا ما تم طمأنتها وتم استقطابها إلى صفوف الشرعية غالبا هي ما تنضم إلى الأقوى في هذا الجانب، إلى الطرف الأقوى، وبالتالي سنشهد أنها أيضا ستميل إلى القوات الحكومية وإلى قوات الشرعية طالما أنها وجدت على حدودها وستنضم إليها وتم استقطابها. أما الطرف الثالث فهو الطرف الذي هو كامن حتى اللحظة، يؤيد المقاومة ويؤيد الشرعية. ما إن تصل قوات الشرعية إلى هذه المناطق سنشهد انتفاضة من الداخل لهذه القبائل مساندة للقوى الوطنية ولقوات الشرعية حتى يتم إسقاط أمانة العاصمة من الداخل، وكذلك الحزام الأمني المتمثل في محافظة صنعاء حول أمانة العاصمة. أريد أن أشير إلى نقطة مهمة جدا كنت سألت زميلنا ياسر اللافعي فيها حول تمدد القاعدة في المناطق الجنوبية. في المناطق الجنوبية يا أخي الكريم هناك القاعدة على أقسام مختلفة، نراها أيضا تمتد في المناطق التي يتم تحريرها من قبل القوات الشرعية والقوات الحكومية، وهذا يضع تساؤلات كثيرة وكبيرة جدا حول ماهية هذه القاعدة. لماذا لا تتواجد القاعدة إلا في المناطق المحررة، المحافظات المحررة التي لا يتواجد فيها الميليشيات الحوثية والميليشيات العفاشية؟ هذا التساؤل يكون جوابه أن هذه الميليشيات مغذيها واحد وهو علي عبد الله صالح. هي هناك أقسام مختلفة للقاعدة أيضا قسم، والدليل أن تحرك هذه التنظيمات دائما يأتي في صالح الحوثيين وقوات علي عبد الله صالح. نعم نعم في هذا الجانب، لأن نحن نعلم كثيرا والمخابرات الدولية تعلم هذا، وقد صرح في أكثر من جانب أن علي عبد الله صالح هو من يتحكم بخيوط اللعبة للقاعدة، فهو يغذيها في أكثر من مكان. جميل، إذن واضح هذه النقطة أستاذ توفيق. اسمح لي أيضا والأستاذ ياسر من عدن بأن نتحدث في محورنا القادم عن عاصفة الشكر، وهي حملة شعبية يمنية تقابل عاصفة الحزم وما تلاها من مبادرات وتضحيات، وهدفها تقديم الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ودعم قراراته ومواقفه التاريخية في اليمن ونصرة أشقائه في اليمن والحكومة الشرعية هناك بالتدخل الحاسم والحازم والوقوف مع أشقائنا اليمنيين في رفض الاحتلال وفي رفض الانقلاب غير الشرعي وفي رفض محاولة أطراف دولية أن تبسط نفوذها الخارجة عن قيم المجتمع اليمني والخارجة عن ثوابته ومبادئه والتي يرفضها المجتمع اليمني نفسه، وبالتالي المملكة العربية السعودية وقفت واستجابت لنداء الإخوان اليمنيين في هذا الجانب. نشاهد هذا التقرير الذي يتحدث عن عاصفة الشكر، وبعدها بإذن الله تعالى سيكون النقاش حول هذا المحور. رغم كل ما يمر به أبناء تعز من حصار وقتل، خرج الآلاف من سكان مدينة تعز غربي اليمن إلى ساحة الحرية لتنظيم مسيرة حاشدة بعنوان عاصفة الشكر، رافعين شعارات وهتافات شكرا سلمان، ومعلين أعلام المملكة جنبا إلى جنب مع علم بلادهم وصور الرئيس الشرعي. واعتبر المحتشدون في تعز الصامدة منذ أشهر إن الملك سلمان بات رمزا للصمود ومبشرا بالحياة بعد مواقف المملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب اليمني. المؤكد الآن أن الأجيال القادمة ستتحدث عن الملك سلمان الذي تصدر معركة الدفاع عن العروبة في تجاه التمدد الفارسي، وما زلت متأكدا أن الأجيال القادمة ستتحدث عن الملك سلمان ودوره في اليمن وهو يقود معركة التنمية والبناء. اليمنيون الذين خرجوا يقولون شكرا سلمان والطائرات تقصف، من المؤكد أنهم سيقولون شكرا 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 سلمان، والمصارع تنتج والأرض تثمر وعجلة التنمية تدور. أشكر الملك العرب الملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان على تحرير اليمن، ونشكر كل الأسرة المالكة في السعودية ودول الخليج عموما على تحرير اليمن، وأشكر الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي وخالد بحاح. نحن مستمرين بثورتنا حتى تحرير اليمن بأكملها على ميليشيات الحوثي، والسلام عليكم. هذا التحرك اليمني الجماهيري جاء عفويا وصادقا،
وكان بمنزلة شكر وعرفان لدور المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين في إنقاذ بلادهم من مصير أسود كان ينتظرها على يد الحوثيين وقوات المخلوع صالح، ومن خلفهم النظام الإيراني الذي يحركهم سياسيا ويدعمهم بالسلاح، حيث حاول المتآمرون اختطاف اليمن لكن أوهامهم تلاشت بفعل الدور السعودي. ذاكرة اليمنيين تحتفظ بكل أحداث العام الماضي عام الحزم، بدءا من إطلاق الملك سلمان عملية عاصفة الحزم، ومرورا بإرسال المساعدات الإغاثية إلى كافة المناطق اليمنية، ومشاركة القوات السعودية ببسالة في تحرير عدن ومحافظات أخرى، وكذا تعديل أوضاع اليمنيين المقيمين في المملكة بصفة غير نظامية، وصولا إلى كسر الحصار المفروض على تعز وإغاثتها جوا. عندما نتحدث عن قرارات تاريخية غيرت مجرى التاريخ وساهمت في تغيير الواقع والمستقبل أيضا، فلا بد من ذكر قرار انطلاق عاصفة الحزم بأمر الملك سلمان الذي ضرب فيه عشرات العصافير بقرار واحد، فقد قطع اليد الإيرانية التي امتدت إلى اليمن وأيضا في الداخل، فقد ساهم القرار بإنشاء جيش وطني نراه يوما عن يوم أقوى، أيضا أعاد اليمن باعتباره البلد شديد الأهمية للمملكة، أعاده إلى حضن الخليج. بالتأكيد عاصفة الحزم قرار تاريخي من رجل كتب ولا زال يكتب التاريخ. دور المملكة دور إيجابي، ونحن نتمنى للأمة العربية أن تحتذيها الحظ بعد الركود الطويل الذي استمر بحدود 70 عام، ونعتقد أن الملك سلمان بدأ يلملم شتات الأمة العربية، ونحن نقول له للأمام ونحن وراك. وتأتي هذه المسيرة ضمن مبادرة كبيرة شملت كل محافظات الجمهورية المحررة بعنوان عاصفة الشكر شكرا سلمان. يظل لسان حال اليمنيين يقول شكرا سلمان، مبادلين أشقائهم الوفاء بالوفاء رغم كل المحن، إلا أنهم مستبشرين بفرج قريب من الله. صلاح العاقل لبرنامج الحدث، عدن. إذن مبادرة الوفاء بالوفاء ليست غريبة على أبناء اليمن، أبناء العروبة، أبناء الإسلام، وهم يقدمون هذه الحملة شكرا لخادم الحرمين الشريفين على موقفه القوي والحازم في نصرة الأشقاء في اليمن. الآن معنا على الهواء مباشرة وعبر اتصال هاتفي الأستاذ ناصر العشاري، رئيس حملة عاصفة الشكر. أهلا وسهلا بك أستاذ ناصر. أهلا بك، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحدثنا عن حملة الشكر، عن منطلقاتها وأهدافها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نحمد الله عز وجل أن قيض لهذه الأمة قائدا يحميها ويدافع عن قضاياها، حتى أننا قلنا أنه قائد أعاد أزال عن الأمة يأسها ورفع رأسها وأعاد بأسها. إذا أردنا أن نتحدث عن عاصفة الشكر فلا بد أن نتذكر اللحظة التاريخية، الفاصلة التاريخية التي أعلن فيها عن عاصفة الحزم. تلك اللحظة التي رفعت الأمة كلها رأسها بعد تنكيسه، عندما أصبح مهد العرب رهينة لأطماع الفرس، وكاد أن يسقط وتسقط معه عروبتنا ويسقط مهد العرب في هذه الأيدي الحاقدة. تلك اللحظة كل يمني وأظن كل عربي ومسلم شعر بهزة عزة لا ينساها. كنت أنا أقول أن أيادي المملكة وأيادي الملك سلمان لا تحصى على اليمن، ولكن لو لم يكن للملك سلمان إلا هذا القرار التاريخي لقلنا ما ضر سلمان ما فعل بعد اليوم، كما قلت في إحدى الفعاليات. الذي شعرنا به أن هناك علينا واجب شرعي وأخلاقي أن نرد هذا الجميل، ليس فقط بكلمة شكر، نحن نتحدث عن الشكر بالأفعال. نحن نريد أن نتحرك تحركا جماهيريا يدعم هذه القرارات، يدعم قرارات قائد الأمة الذي يتعرض للضغوط من أعداء الأمة بسبب مواقفه التاريخية. في هذه الأهداف أنت ذكرت أن طبعا أهم هدف هو أن نقدم
واجب الشكر والعرفان الأخلاقي والشرعي، لأننا ننطلق من مبدأ الحديث الشريف الصحيح: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. نريد أولا أن نقدم الشكر الذي يليق بمقام خادم الحرمين الشريفين، ثم بعد ذلك نساهم في هذه المعركة الإعلامية. نحن أمام آلة إعلامية، آلة الإفك الإعلامية الفارسية التي تصور للعالم أن اليمن أصبح فارسيا أعجميا بين عشية وضحاها. نحن نريد أن نقول أن اليمن هي التي استنجدت بفارس العروبة والإسلام، وأنه لبى نداء النجدة، ونحن نشعر بالامتنان لهذا الفضل. نعم، إذن هي أيضا رسالة إعلامية من أبناء اليمن يعبرون فيها عن تضامنهم وتأييدهم لهذه الخطوة الموفقة من خادم الحرمين الشريفين وقيادة المملكة لقوات التحالف للدفاع عن اليمن وطرد هذه الميليشيات. أيضا أبرز الأنشطة، يعني شاهدنا من خلال التقرير يعني تفاعل من قبل الجماهير هناك في عدد من المحافظات والمدن من قبل المواطنين صحيح. اليمنيين صحيح. أنا أريد أن أقول بأن هذه الحملة هي أتت لتلبي حاجة ملحة في نفوس اليمنيين. لقد تراكمت عليهم مشاعر تراكمت مشاعر الشكر والامتنان لديهم منذ هذا القرار وما سبقه وما تلاه من التضحيات والمبادرات، وكان لابد من توفير نوافذ للتعبير عن مشاعرهم، نوافذ للناس. من هذه النوافذ نحن منذ الأسبوع الأول بدأنا بإنشاء مواقع إلكترونية لإيصال رسائل الشكر والامتنان للملك سلمان. لدينا برامج عبارة عن فعاليات جماهيرية نحن نتوقع بإذن الله بعد التحرير أن تكون مليونية، لأنهم خرجوا الآن تحت القصف، فما بالك بعد أن تتحرر اليمن. لدينا فعاليات في أنحاء العالم، ونشكل لجان وتشكلت لجان وهناك لجان تتشكل الآن في أنحاء العالم لكي توصل رسالتنا كذلك للعالم. من أنشطتنا كذلك برامج تلفزيونية ومنتجات إعلامية متنوعة تبرز أيادي المملكة التي تمتد اليمن بالخير وبالحياة والأمل، وكذلك تبرز جرائم الحوثيين وأيادي إيران في اليمن التي تمتد بالموت واللعنات. وحتى أنها عندما أغاثت الحوثيين أغاثتهم بمياه مسممة أو منتهية الصلاحية، يعني هي لا تعرف غير هذه اللغة، لا تعرف أن تقدم للعالم العربي والإسلامي إلا الموت. طيب. ولذلك هم شعارهم الموت منذ زمن. صحيح. طيب. نريد أن نبرز هذا كله من خلال برامج كثيرة. طبعا المشاركات مفتوحة، ودعونا كل اليمنيين للمشاركة في هذه الحملة، كل يشارك بطريقته، ولكن نحن نحاول تنظيم هذه المشاعر من خلال برامج فاعلة. طيب اتضحت الفكرة أستاذ ناصر، وبالتأكيد يعني هذه الفعاليات والأنشطة تحتاج إلى وقت طويل، وإن شاء الله نسعد باستضافتك واستضافة أحد المسؤولين فيها لنتحدث عنها بالتفصيل. لكن هناك تعليق على الموضوع من قبل الأستاذ توفيق. شكرا. خليك معنا أستاذ ناصر. الملك سلمان حفظه الله، كنا ننتظر رجلا وزعيما حقيقيا مثله منذ أقول ربما منذ مئات السنين وليس عشرات السنين، لأنه في عندما تخلفت الأمة ولم توجد معها قائد حكيم يقودها نحو السؤدد والعلياء والعزة والكرامة وإعادة لها ألقها وكذلك إعادة لها عزتها وكرامتها، جاء الملك سلمان حفظه الله خادم الحرمين الشريفين في هذا الجانب، ونحن نثمن تثمينا عاليا لدوره ولدور المملكة بشكل عام، لأنه حينما التفتت إلى اليمن في هذا الجانب هي كذلك تحمي حديقتها الخلفية، وسيكون الشعب اليمني إن شاء الله كله بعد المملكة، خاصة إذا ما اتخذت قرار التدخل في شمالا في سوريا، حتى يكون الشعب اليمني كله خلف المملكة. طيب. نحن ممتنون كثيرا للملك سلمان حفظه الله ولقيادة المملكة بشكل عام. جميل، أشكرك أستاذ ناصر العشاري رئيس حملة عاصفة الشكر، وهذا طبعا ليس مستغرب من أبناء اليمن وهم يقدمون شكرهم
صبرهم ووفائهم لقائد يستحق هذا الشكر وهذا الوفاء. شكرا جزيلا لك. شكرا لك ولضيوفك. الله يعطيك العافية. أستاذ ياسر اليافعي، أيضا أصداء هذه الحملة في عدن والمحافظات الجنوبية التي تنعم الآن بالتحرير ولله الحمد بعد أن تم طرد الميليشيات الحوثية وأعوان علي عبد الله صالح من هذه المناطق، والآن أصبح المواطن اليمني يتنفس الحرية في هذه المدن والمحافظات بعيدا عن شبح الخوف وشبح الدمار الذي تحمله هذه الميليشيات. كيف هي أصداء هذه الحملة؟ طبعا نحن لما نتحدث عن عاصفة الحزم وعادة الأمن نتحدث عن عادة الحياة لأبناء هذه المحافظات. نحن عشنا تجربة قاسية ومريرة جدا خلال فترة اجتياح الميليشيات الحوثي لعدن، ما زلت أتذكر الآلاف القادمين من كهوف مران ومن جبال مران هم يقتحون من عدن ويعيثون فيها فسادا، فكنا وصلنا إلى مرحلة اليأس والإحباط، ولكن تجدد الأمل بعاصفة الحزم ومن ثم عادة الأمل. عاصفة الحزم وعادة الأمل هما يعني تغيير المسار للعمل العربي المشترك، إعادة العمل، إعادة الأمة العربية قيمتها ومكانتها، ومنعت هجم التدخلات الإيرانية التي كانت واضحة في اليمن لا أحد ينكرها وكانت موجودة على الأرض، ولو قدر الله ما كان هناك تحالف عربي ما كنا نتوقع الشيء يحصل سواء كان ذلك في المحافظات الجنوبية أو الشمالية. من واجب الآن المواطنين أن يردوا الإحسان بالإحسان والشكر بالشكر، وأعتقد أنه مهما قدمنا ومهما قلنا سيبقى قليل إمام تضحية دول الخليج العربي بالذات التي قدمت دماء أبنائها من أجل استعادة عزة وكرامة المواطن اليمني. جميل. طيب أستاذ توفيق، يعني ونحن نتحدث عن حملة الشكر التي أو عاصفة الشكر التي يقدمها أبناء اليمن، نستذكر تلك اللحظة التاريخية التي أعلن فيها خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله قيادة المملكة لقوات التحالف التي تدعم أو تدعم الشرعية اليمنية، بناء على دعوة من الرئيس اليمني الرئيس الشرعي عبد الرب منصور هادي. كانت لحظة بالفعل حاسمة وقطعت التمدد والنفوذ الإيراني الذي كان يريد أن يبسط كامل نفوذه على اليمن، وبالتالي كانت فعلا يعني خطوة موفقة يدها كل العرب ويدتها الدول الإسلامية وأيضا حتى الدول الصديقة التي ترى أن إيران تشكل خطرا على المنطقة من خلال تحركاتها التي يشهدها الجميع. بالتأكيد الملك سلمان حفظه الله تدخل في اللحظة المناسبة أو في اللحظة الحرجة أيضا، حينما أعلنت إيران أن العاصمة الرابعة سقطت بأيديها عبر ميليشياتها الحوثية في اليمن، جاء تدخل الملك سلمان في اللحظة المناسبة واللحظة الحرجة لقطع هذه اليد الخبيثة التي تتمدد في المنطقة، وهي كانت تحاول بعد إسقاط المحافظة أو بعد إسقاط العاصمة الرابعة كما حددتها وهي صنعاء تريد التدخل والعبث أيضا في بأمن المملكة، ولكن قطعت يدها في اللحظة المناسبة، وهي تعبث أيضا في كثير من مناطق الأمة العربية والإسلامية، ولذلك نجد أن الشعوب العربية والشعوب الإسلامية وكذلك حتى القيادات الرسمية ممتنة لهذا الجانب، وفعلا أحدث تغييرات حقيقية وجوهرية في اللحظة المناسبة واللحظة الحاسمة، حتى أن الناس كلهم حكومات وشعوبا في المنطقة سواء في عالمنا العربي وكذلك عالمنا الإسلامي وجدوا هذه الآيات البيضاء للملك سلمان حفظه الله وكذلك للخليج العربي بشكل عام، لكن على رأسها كانت قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة. وفي هذه اللحظة أيضا وضع حد للمستقبل لعبث الميليشيات الحوثية والميليشيات الإيرانية كذلك في المنطقة للمستقبل القريب والمستقبل البعيد كذلك، لأن إيران كانت تريد أن تتمدد وتتخذ من اليمن بوابة عبور فقط والتي تتمدد في المنطقة، وبالتالي جاء هذا التدخل في اللحظة الحاسمة. نحن نجد أن التمدد الصفوي عبر التاريخ حينما تهاونت معه الدول الكبرى يومها الدول الإسلامية الكبرى التي حاربت التمدد هذا الصفوي سابقا لم تقطع اليد نهائيا حتى صار ما صار إليه النظام الملالي في إيران من طيب. هذا التوسع وهذا التمدد عبر مناطقنا العربية الإسلامية. أنتقل للأستاذ ياسر، ربما يكون سؤالي الأخير في هذا اللقاء. أستاذ ياسر،
بالنسبة للأوضاع الإنسانية، أنا بودي أن تشير إلى هذا الجانب في تعز، وكيف ينبغي أن يكون دور المنظمات، منظمات الإغاثة الدولية وكذلك المؤسسات المجتمع الدولي في مساندة أبناء تعز، في مساندة بعض المدن والمحافظات التي تعاني في اليمن في ظل الحصار الحوثي وقوات علي عبد الله صالح لهذه المناطق بشكل سريع يعني. والمملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة بين فترة وأخرى يقوم بتوزيع السلال الغذائية والمساعدات الإنسانية لأبناء هذه المحافظات. طبعا لما نتحدث عن منظمات دولية دورها مقصر منذ بداية الحرب وما قبل الحرب وحتى الآن، لا يوجد لها أي وجود لا في المناطق المحررة ولا في المناطق التي ما زالت تحت الحصار. نتحدث عن مركز الملك سلمان، يخبرون بعض الأصدقاء اليوم في بعض المناطق النائية في تعز يقولون وصلت إليهم إغاثة رغم وعورة الطرق ورغم الحصار، سواء كان ذلك من مركز الملك سلمان في محافظة تعز أو الهلال الأحمر الإماراتي الذي وزع أمس واليوم قوافل إغاثة في الشريط الساحلي الممتد من عدن حتى باب المندب. لا يوجد المنظمات الدولية، ما يوجد حاليا هي قوات التحالف العربي الذي تعمل عسكريا وتعمل مدنيا على الأرض. طيب أنا انتهى وقتي حقيقة، أشكرك الأستاذ ياسر اليافعي رئيس تحرير صحيفة يافع نيوز، كان معنا عبر الأقمار من عدن، شكرا جزيلا لك. وشكرا أيضا للأستاذ توفيق محمد السامعي المحلل العسكري اليمني، شكرا جزيلا لك، ونستضيفك إن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا. وشكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام على متابعتكم لهذه الحلقة، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، في أمان الله.